اسم عبد النور الحاج موسى بن عيسى، العمر 14 سنة، مصدر لكتاب الله، مجاز في رواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق. القرآن الكريم حفظته في سن مبكر في تربص الإصلاح وعمي سعيد بدار القرآن. وليس له من دونه أولياء، أولياء أولئك. صحيح فيه مد لكن حركتين فقط، ما شاء الله عليك. استطالة الضاد عندك ما شاء الله. السماوات والأرض، قف على الأرض. فليس بمعجز في الأرض. هذه هي الاستطالة. أحسنت وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. في الأخير أشكر والدايا وكل من ساعدني على هذا المشوار النير والمشوق، من والدايا والمشايخ والأساتذة، بارك الله فيها. كيف حالك يا عبد النور؟ الحمد لله. راك منور ان شاء الله. تنورنا اليوم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باش كي نجوا للغردايه تنوروا ان شاء الله. ان شاء الله. يا عبد النور اقرا من قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. أعيد الآية. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم
اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. حسبك. اقرأ من قوله تعالى من بداية سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا. أعيد الآية. أم حسب الذين كسبوا السيئات أن يسبقونا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. ساء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. حسبك. اقرأ من قوله تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء ومن يكفر ولولا كلمة سبق إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حسبك. بارك الله فيك يا عبد النور. عبد النور ما شاء الله على المخارج والصفات عندك ما شاء الله، لكن أنت تحتاج إلى ضبط أصول الرواية. ألا تلاحظ أنك مرة تقرأ مد البدل بحركتين، ومرة تقرأه بأربع حركات، مرة تتركه، مرة تعود إليه، وأنت تعرف أن مد البدل ينبني عليه ماذا؟ تقليل.
تقليل في ذواتي لي. أيوة، فيجب أن تضبط أصول الرواية يا بني، وإلا فإن المخارج عندك والصفات ما شاء الله لابد لك من شيء من الأداء الحسن والصوت. حاول أن تستمع إلى مقرئ بعينه أكثر من سماعه لوحده، حتى تصبح لك قراءة خاصة بك بنكهة ذلك المقرئ، فهمت؟ نعم. فتح الله لك وعليك، شكرا جزيلا. نعم.